عاجل، رئيس المخابرات العسكرية المصري يتحدث عن تهديد لمصر، ووزير الدفاع يحذر ننشر التفاصيل. وعاجل، تفاصيل قيام الجيش السوداني بضرب الجيش الإثيوبي على الحدود، ننشر أيضا التفاصيل. وعاجل، تفاصيل قيام الرئيس السيسي بتقديم هدية لعروس ذات الصوت النوبي الجديد. وعاجل، تفاصيل توقيت تشغيل أول مفاعل نووي بالضبعة. وعاجل، في مصر أقباط يشاركون في افتتاح مسجد بقنا. وعاجل، تفاصيل إعدام الضابط محمد عويس و21 آخرين، ننشر أيضا التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين يوصل أكتر من 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين، ويلا نبدأ في تفاصيل الأخبار. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، رئيس المخابرات العسكرية المصرية تحدث عن تهديد لمصر، ووزير الدفاع يحذر. وطرح رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عددا من التهديدات التي تواجه مصر، وذلك خلال لقاء مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي. وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مخططات بتهدف لزعزعة الاستقرار حاليا في الدولة. أضاف أن القوات المسلحة المصرية تتصدى لها. بدوره أكد وزير الدفاع المصري على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يحاول العبث بأمن مصر واستقرار مصر. وحضر اللقاء الذي تناول متغيرات دولية وإقليمية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة الجيش. المصدر معنا كامن آرتي، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، تفاصيل قيام الجيش السوداني بضرب الجيش الإثيوبي على الحدود. وتصدى الجيش السوداني لهجوم داخل الحدود الشرقية للبلاد نفذته قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرة. ونقلت صحيفة سودان تريبيون عن مصادر عسكرية رفيعة أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرة داخل الأراضي السودانية بشرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاو بعمق 17 كيلومترا. وأشارت إلى أن المواجهات التي بدأت بالأسلحة الثقيلة استمرت حتى ظهر السبت. وتحدثت المصادر على أن التوغل الإثيوبي الجديد كان بيهدف لتحقيق أمرين: الأول، إسناد كبار مزارعي الأمهرة الذين يعملون على حصاد نحو 10,000 فدان زرعت داخل الأراضي السودانية، والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تجري على منطقة بحر دار الإثيوبية. المصدر معنا كان من سودان تريبيون. والجيش السوداني ينجح في صد هجوما إثيوبيا على الحدود الشرقية، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، تفاصيل قيام الرئيس السيسي بتقديم هدية لعروس ذات الصوت النوبي الجديد. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية إلى عروس من محافظة أسوان دعته لحضور حفل زفافها. وذكر الحساب الرسمي لمبادرة حياة كريمة في موقع فيسبوك أن الرئيس السيسي تكفل بإرسال جهاز كامل إلى عروس في إحدى قرى غرب محافظة أسوان. ونشر الحساب صورا توثق مطبخ العروس وفيه أجهزة وأثاث جديد. وجاء ذلك بعد أن دعت العروس التي أشارت صفحة حياة كريمة إلى صوتها النوبي الجميل السيسي لحضور حفل زفافها. أثناء تفقده المنازل المتضررة من السيول في غرب أسوان، وكان الرئيس السيسي قد تفقد صباح الخميس الماضي المناطق المتضررة بسبب السيول في محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. ومبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية مصرية تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري بتطويره على مختلف الأنحاء.
المصدر معنا كان من RT وبعض وسائل الإعلام المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل توقيت تشغيل أول مفاعل نووي في مصر بالضبعة. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع في 2026، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا. وأضاف الوزير محمد شاكر في تصريحات اليوم السابع أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة. أشار شاكر إلى أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع في عام 2026. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الأربعة بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل الثالث بلس، وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة. أوضح أنه تمت إضافة معايير سلامة أخرى بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا في الثانية. وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضا بالتشغيل الآمن دون أي تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها. كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث. مصدر معنا كامل اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وإن شاء الله يعني منتظرين تشغيل محطة الضبعة النووية في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، في مصر أقباط يشاركون في افتتاح مسجد بقنا. شارك أقباط بمركز فرشوت شمالي محافظة قنا المصرية في افتتاح مسجد الرحمن الجديد بعد تجديده على نفقة الأهالي. وحضر مراسم الافتتاح الشيخ ياسر العرشي مدير إدارة أوقاف فرشوت وكوكبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. كما شارك في الافتتاح القمص المسيحي زكريا راعي دير بحاجر الدهسة، والقمص بابا النود راعي كنيسة الملاك بفرشوط، والذي ألقى كلمة بعد انتهاء الصلاة داخل المسجد عن الوحدة الوطنية والتسامح، وأن الجميع يعيش في مصر في أخوة ومحبة. وقال العمدة علي قاعود عمدة القرية شهدت اليوم عرصا للوحدة الوطنية بمشاركة الأقباط في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، وهذا يدل على روح الأخوة والمحبة التي نعيش فيها جميعا. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصر يعني من المستحيل أنك تخش كده وتحاول أنك تفرق ما بين أهلها وبعض، ما بين المسلمين والمسيحيين. يعني طبعا كلنا أخوات، ومحدش يعني بالعامية كده ما حدش يقدر فعلا يفرقنا عن بعض. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل إعدام الضابط محمد عويس 21 آخرين. كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل الحكم الصادر من محكمة النقد بتأييد إعدام 21 متهما من أنصار بيت المقدس لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة، منها اغتيال محمد مبروك ضابط الأمن الوطني. ويعد هذا الحكم نهائيا لا يجوز الطعن عليه وفقا لقانون الإجراءات وحالات الطعن أمام النقد. من المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التي كفلها لهم الدستور والقانون. تنص المادة 272 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقد بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما يعني أن محكمة النقد هي آخر محطة في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها. رفضت محكمة النقد الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ
في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية متطرفة أخرى في ربوع مصر، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليون و700 ألف جنيه للدولة. وأيادة المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل. موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدرا لهم تكليفا بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها، وساعدهم المتهم الثالث والأربعون محمد عويس بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته ومواصفات سيارته ولونها ورقمها تمكينا لتعريفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض مقابل مبلغ مادي كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. مصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع، وتحية كبيرة للقضاء المصري العادل، وهو الحق في إعدام محمد عويس الضابط الخائن المتهم بقتل الضابط بقطاع الأمن الوطني محمد مبروك. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويصبر قلوب أهله عليه. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، و مشروع لحظر بس أي محتوى فاحش في وسائل الإعلام وتعليق على التلميحات الجنسية في أبلة فهيتة. حظرت مدونة سلوك الطفل المصري عبر مشروع لها مطروح للنقاش بس أي محتوى فاحش في وسائل الإعلام، معتبرة أن برنامج أبلة فهيتة يستخدم لغة خارجة وتلميحات جنسية. أشارت مدونة سلوك الطفل التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف إلى ضرورة أن تلتزم المؤسسات الإعلامية بتقييم المحتوى وترميزه بناء على مدى ملائمته للمراحل العمرية المختلفة لمرحلة الطفولة الممتدة، حيث حظر مشروع المدونة المطروح للنقاش قبل اعتماده رسمياً وتوقيع عقوبات على المخالفين بحظر بس أي محتوى فاحش في وسائل الإعلام. فيما رأت المدونة أن برنامج أبلة فهيتة يستخدم لغة خارجة وتلميحات جنسية، وأنه من الضروري وضع رمز فوق 18 على أي عمل غير لائق حتى لا يتعرض له الأطفال. بحسب صحيفة الوطن، فإن المعايير التي قالت المدونة أنه يجب على وسائل الإعلام أن تلتزم بها فهي الآتية: يجب أن يحمل محتوى البث التلفزيوني المخصص لأغراض الترفيه والذي يتضمن محتوى غير لائق رمز فوق 18، ويجب أن يتم بثه خلال الأوقات التي في الغالب لا يكون فيها أي احتمال لوجود مشاهدي من الأطفال، ويتعين على المؤسسات الإعلامية اتخاذ تدابير تحذيرية حاسمة بوضع رمز تصنيف المحتوى رمز مرئي بصورة واضحة طوال فترة البث التلفزيوني بأكملها. يحظر بث المحتوى الفاحش ذي الطبيعة الجنسية الصريحة في جميع الأوقات على القنوات العامة أو الخاصة. يجب أن يحمل محتوى اللغة البذيئة أو غير اللائقة على مدفوق 18 وقت البث. يجب أن يحمل محتوى البث التلفزيوني المخصص لأغراض الترفيه والذي يتضمن محتوى غير لائق رمز فوق 18 أو بلس 18، كما يجب أن يتم بثه خلال ساعات الليل المتأخرة السهرة الممتدة. يجب عدم بث مشاهد طرد الأرواح الشريرة أو الغيبيات أو الأعمال الخارقة أو العرافة أو الممارسات المماثلة كأحداث واقعية أو لأغراض الترفيه إلا في ساعات متأخرة من الليل على أن تحمل علامة بلس 18 أو فوق 18. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذه يعني كانت مشروعات لحظر أو يعني تنظيم نشر بعض من وسائل الإعلام، يعني بعض وسائل الإعلام بتنشر حاجات يعني بتبقى يعني لكبار فقط، فيجب يكون في توضيح لهذا المحتوى للكبار فقط. وهذا المشروع يعني بيحاول إن ما يخليش أي طفل يتفرج على المحتوى الغير لائق، او مثلا نقدر نقول ان هو للكبار فقط. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.